في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن فترة الهدوء النسبي اللي حصلت ما بين جيوش التتار وما بين جيوش جلال الدين وجيوش الدولة العباسية، وفي نفس الوقت حصل حاجة غير متوقعة قبل فترة الهدوء النسبي واللي هي وفاة جنكيز خان. بعد وفاته تولى ملك جديد اسمه أوقيتاي خان، وطبعا في خلال فترة الهدوء النسبي دي جلال الدين استغل الفرصة وابتدى ان هو يغزو الدول المحيطة ليه ويضمها لمملكته، وهو كان قاعد في ايران فابتدى يضم اجزاء كبيرة جدا من ايران، وكان كل واحد ارتضى بالجزء اللي عنده. بس سنة 628 هجريا بدأ التتار هجمة جديدة على جلال الدين غرب ايران، والتقى جيش جلال الدين مع الجيش التتري في موقعة رهيبة جدا، وهزم جلال الدين وفقد السيطرة على إقليم فارس بالكامل. وبالتالي سنة 628 هجريا استطاع التتار أن يضموا إقليم فارس بالكامل إلى مملكتهم، وكالعادة هرب جلال الدين زي ما أبوه ما عمل واحتل التتار كل إيران، ووصل جلال الدين إلى شمال العراق وحيدا شريدا، وأخذ يتنقل بين القرى واحدة تلو الأخرى، واختفى ذكره من البلاد شهورا طويلة. سبحان الله محدش كان عارف سواء ان هو كان حي او ميت. ووصل الى احدى القرى واستقبله فلاح من الاكراد. الفلاح اول ما شافه استغرب جدا من شكله وقال له انت مين، فما ردش عليه. سأله تاني قال له قول لي انت مين، فوصله جلال الدين وقال له انا ملك الخوارزمية، وقال له الفلاح تفضل تعالى، ودخله بيته واكله وشربه ونيمه. وبالليل وجلال الدين وهو نايم الفلاح دخل عليه وقتله. سبحان الله الفلاح ده كان أخوه اتقتل قبل كده على إيد جيوش جلال الدين، فأول ما شاف جلال الدين افتكر جيوشه اللي عملته فأخوه، فقرر إن هو ينتقم منه. وبهنا انتهت قصة جلال الدين محمد ابن خوارزم شاه نهاية صعبة جدا زي نهاية أبوه بالظبط. التتار هنا وقفوا الحرب مرة تانية بعد أن استولوا على إقليم فارس كاملة. الحرب دي اتوقفت لمدة 5 سنوات لتثبيت حكمهم من جديد من سنة 629 هجريا إلى سنة 634 هجريا، وفي خلال ال5 سنوات دي ابتدوا ان هم يوزعوا الممالك بتاعتهم ويبسطوا سيطرتهم على كل الأراضي وكل الإمبراطورية العظيمة اللي هم كونوها. وبعد فترة ال5 سنين الغزو سوف يكتمل ويكون أكثر دموية، والحروب المرة دي هتكون على أراضي أكبر وأوسع، وسوف يعاني أهل الأرض جميعاً معاناة جديدة من هذا الغزو التتري العملاق، الاجتياح المغولي لدولة روسيا. بدأ القائد التتري الكبير شرموجان في المنطقة الفارسية يخطط لغزو تتري جديد سنة 634 هجرية. التف حول بحر قزوين من ناحية الغرب وانطلق شمالاً لاستكمال الفتوحات. كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان التتار اتهزموا على ايد طائفة اسمها طائفة البلغار في روسيا، وفقدوا اجزاء كبيرة جداً من مملكتهم في روسيا وكمان في ايران. هم دلوقتي استطاعوا ان هم يضموا ايران كاملة مرة تانية واقليم فارس، فابتدوا ان هم يفكروا ان هم يرجعوا ينتقموا تاني ويضموا روسيا بالكامل. وبسرعة جداً استطاع ان يعيد السيطرة على اقليم ارمانيا وجورجيا وشيشان، وأرسل جيش آخر لاستكمال هذه الفتوحات شمال هذه المناطق، وبدأ جيش آخر من جيوش التتار بزعامة قائد جديد اسمه باتو ابن جاجي، وهو من أكبر قواد التتار قوة. وبدأ هذا الرجل في قيادة الحملات التتارية شمال بحر قزوين سنة 634 من الهجرة. أنا عايزك بقى تركز معايا هيعملوا التتار في روسيا. قمع القبائل في بلاد نهر الفولجة الروسي، وبدأ هذا الزحف على روسيا سنة 635 هجرية. الجيش التتري عمل مذابح فظيعة جدا في روسيا من أول ما دخلها لغاية ما خرج منها. أنا عايزك بقى دلوقتي تركز معايا على الخريطة. سقطت مدينة ريجين، بعدها بكام يوم سقطت مدينة كولومون، ثم سقطت مدينة فلاديمير. فلاديمير دي طبعا مدينة كبيرة جدا جدا في روسيا. تخيل معايا أن حصرت مدينة فلاديمير 6 أيام فقط، وبعدها سقطت بالكامل وقتل غالب سكان المدينة، ثم توجهت الجيوش التترية إلى أعظم مدن روسيا موسكو، وتم اجتياحها وتدميرها في أيام معدودة، ثم سقطت مدن أكثر إلى أن احتل التتار دولة روسيا بالكامل في سنتين 635 هجريا و 636 هجريا. روسيا كبيرة جدا، مساحة روسيا 17 مليون كيلو متر مربع. تخيل قدروا أن هم يحتلوا كل المساحة دي في خلال سنتين بس. وروسيا مشكلتها مش في المساحة الهائلة بس، لا ده فيها مشاكل كتيرة جدا تصعب على أي دولة أنها تغزوها. أعداد هائلة من البشر، وأيضا طقس صعب جدا شديد البرودة، وأجواء صعبة يستحيل أن أي شخص يعرف أنه يعيش فيها.
تخيلوا بقى التتار خلصوا روسيا كلها في سنتين. ولو تفتكر ده أكبر دليل على الكلام اللي أنا قلته في الحلقة الأولى، إن التتار بيقدروا يحاربوا تحت أي ظروف مهما كانت قاسية، برد حر شتاء أدغال الجندي التتاري قوي جدا. بعد ما التتار اجتاحوا روسيا قعدوا سنتين في فترة هدوء يحاولوا إن هم ينظموا كل صفوفهم مرة تانية، وبدأوا إن هم ينظموا الصفوف ويعيدوا ترتيب الأمور لغاية سنة 638 من الهجرة. وتحركت جيوش التتار غربا من روسيا إلى أوكرانيا، واجتاحوا طبعا دولة أوكرانيا بكاملها لغاية ما وصلوا للعاصمة كييف واحتلوها بالكامل ودمروا كنوزها العظيمة واستولوا عليها، وبعد كده دمروا المدينة بالكامل وقتلوا معظم سكانها. تخيل بقى كده معايا سنة 639 هجريا زحفت فرقة من قوات الجيش التتري أحد فرق جيش باتو زحف اتجاه الشمال الغربي من دولة أوكرانيا ودخل مملكة بولندا، دمر معظم المدن البولندية. لم يجد الملك البولندي إلا أن يستعين بالفرسان الألمان، وطبعا زي ما احنا عارفين ألمانيا في غرب بولندا مباشرة. حصل اشتراك بين الجيش البولندي والجيش الألماني في حرب التتار، وسحق الجيش البولندي والجيش الألماني على إيد التتار، واستطاع التتار بقيادة بيدرو السيطرة بالكامل على مملكة بولندا. وفي نفس السنة 639 هجريا ترك بادو قائد التتار اللي كان متمركز في أوكرانيا وفي نفس الوقت فرقة تتارية في نفس المنطقة، واتجه بجيشه الرئيسي غربا إلى مملكة المجر، حيث التقى مع ملك المجر في موقعة رهيبة جدا دمر على أسرها الجيش المجري بالكامل واحتلت المجر أيضا. بيدرو القائد التتري اللي فتح بولندا ونزل في اتجاه الجنوب لمقابلة جيوش التتار بقيادة باتو في المجر، وهو في طريقه كده اجتاح دولة سلوفاكيا وضمها بالكامل أيضا إلى دولة التتار. يعني احنا كده بالشرح المفصل جيشين اتحركوا، جيش بقيادة بيدرو وجيش بقيادة باتو، واحد طلع من ناحية المجر والتاني طلع من ناحية بولندا، وهما اللي تنزحفوا في اتجاه موازي يجتاحوا كل الدول المحيطة لهم. فمثلا بيدرو القائد التتري اللي فتح بولندا نزل في اتجاه الجنوبي لمقابلة جيوش التتار بقيادة باتو اللي هو في المجر، وفي طريقه كده اجتاح دولة سلوفاكيا بالمرة وضمها أيضا لمملكة دولة التتار. وبعد كده تدفقت الجيوش التتارية إلى دولة كرواتيا واجتاحوها كمان بالكامل وضموها لمملكته. ووصل التتار بعد كده إلى بحر الأدرياتي، حيث أن البحر الأدرياتي هو البحر الفاصل ما بين كرواتيا وما بين إيطاليا. وفي اللحظة دي تكون دولة التتار ضمت نصف أوروبا الشرقية بالكامل إلى مملكتها، لغاية ما وصلوا إلى حدود إيطاليا والنمسا وألمانيا. ولكن في ذلك العام سنة 639 توفى ملك التتار أوقيتاي خان، فأضطر الأمير باتو أن يوقف الحملات ويعود إلى كوراكوم عاصمة التتار في منغوليا عشان يشارك في اختيار الخاقان التتري الجديد. وبكده تكون وصلت دولة التتار في سنة 639 هجريا من كوريا شرقا إلى بولندا غربا، ومن سيبيريا شمالا إلى بحر الصين جنوبا. اتساع رهيب جدا في وقت قليل قوي، وهكذا أصبحت دولة التتار الدولة الأولى في القوة بلا منازع. تولى قيادة التتار بعد أوكيتاي ابنه اسمه كيوك. كيوك كان ليه رأي في تثبيت الأقدام في البلاد المفتوحة، وما كانش عنده سياسة توسعية كأبيه أوكيتاي أو جده جنكيز خان، فأمر بإيقاف الفتوحات التتارية في أوروبا وفي العالم الإسلامي. وطبعا زي ما احنا عارفين إن جنكيز خان وأوكيتاي ابتلعوا النصف الشرقي للأمة الإسلامية والنصف الغربي لأوروبا الشرقية. كانت سياسته إن احنا نقف لغاية هنا ونبتدي إن احنا نثبت أقدامنا في كل الممالك اللي احنا فتحناها، ونبتدي بقى نهتم بالإمبراطورية الكبيرة اللي هم قدروا يسيطروا عليها في الفترة المحدودة دي. وفي ظل سيطرة التتار على الجزء الكبير ده من سطح الكرة الأرضية، ظل القسم الأوسط في العالم الإسلامي بداية من العراق إلى مصر مشتت ومفرق، والقسم الغربي ليبيا وتونس والجزائر مفكك برضو ومشتت بسبب سقوط دولة الموحدين. وطبعا أثناء احتلال التتار لنصف أوروبا الشرقية زاق الأوروبيون كما زاق المسلمون، وذبح منهم مئات الآلاف بل الملايين، ودمرت كنائسهم وحرقت منازلهم بالكامل. في الوقت ده في الفترة اللي قرر فيها خاقان التتار الجديد ان هو ما يتوسعش في الفتوحات والغزوات بتاعته، بعتت لروما ان هم يتوحدوا مع بعض ويساعدوه في غزو الشرق الاوسط من عن طريق الحملات الصليبية، مع ان التتار زي ما قلت فعلوا فيهم زي ما عملوا مع بلاد المسلمين.
بس نظرا طبعا لان كان فيه في الفتره دي صراع دائم ما بين الامه الاسلاميه وما بين الصليبيين من عن طريق الحملات الصليبيه في منطقه الشرق الاوسط، فهي كانت منطقه ملتهبه جدا، فهم كانوا عايزين يستغلوا الفرصه دي بمساعده التتار وان هم يروحوا يغزوا الشرق الاوسط. وارسل ملك روما رساله الى كيوك يطلب منه ان هو يتحد معاه في حرب المسلمين في مصر والشام. رفض كيوك، وروما حاولت معاه اكتر من مره، عرضت عليه يجي مرتين ثلاثه، بس كل مره كانوا بيعرضوا عليه كان كيوك بيرفض. قال لهم عشان اوافق معاكم عندي شرط واحد لازم تنفذه لي، ان ياتي كل ملوك اوروبا له يقدمون كل فروض الولاء والطاعه. وطبعا لم يتم الامر لان ملوك اوروبا رفضوا. وسنة 646 هجريا أرسل لويس سفارة صليبية من قبرص إلى منغوليا، وبالأخص إلى الخاقان كيوك، يطلب منه التعاون لغزو مصر والشام. ولما وصلوا وجدوا أن كيوك مات، وتولت أرملة كيوك الحكم من سنة 646 هجريا إلى سنة 649 هجريا، نظرا لأن كان أولاد كيوك كانوا صغار جدا على الحكم. ثم بعد ذلك تولى السلطة خاقان جديد اسمه مينكو خان، لكن مينكو خان كانت ليه سياسة توسعية مختلفة تماما عن أخوه، سياسته كانت زي سياسة جده جنكيز خان، وكان حلمه غزو الدولة العباسية. وتخيل بقى أخو مينكو خان كان مين؟ أخوه كان هولاكو، الزعيم التتري السفاح الذي كان لا يرتوي غير بدماء البشر، كان كسلفه جنكيز خان. وهولاكو كان بيتمركز في بلاد فارس، وكان بيعد العدة وبيجهز جيوشه عشان يغزو الخلافة العباسية. وقام هولاكو بعقد معاهدات مع ملوك الدول الشامية من أجل إسقاط بغداد. عمل تحالفات كتيرة جدا مع كل الدول اللي حواليه عشان يسقط بغداد، وزي ما قلنا قبل كده إن بغداد دي دولة عظيمة جدا، والخلافة العباسية خلافة ليها أمجاد شرقا وغربا، فكان لابد إن هو يعمل تحالفات كتيرة جدا مع كل الدول اللي حواليه، زي كده حاجة زي حرب الاستنزاف عشان يستنفذ قوتها عشان لما يهجم عليها تبقى هي ضعيفة. ترى ماذا سيفعل التتار لغزو الخلافة العباسية وتحقيق حلم جنكيز خان العظيم؟ وما هي خطوات هولاكو في تجميع الجيوش؟ وماذا فعل في بغداد؟ وما هي النتائج الخطيرة اللي هتترتب بعد كده إذا بغداد سقطت؟ وهل بغداد هتقاوم وهيطلع منها جيوش، والدول المحيطة لبغداد الشامية هيجوا يستنجدوها ويحصل استنفار في الشرق الأوسط من أجل بغداد عشان ينقذوها، ولا هيحصل العكس؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. لو عجبتك ياريت تعملي لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، واشوفكم ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.